أهلا وسهلا فيكم مرة تانية في هذا الدرس. هذا حيكون الدرس الأخير إن شاء الله. في هذا الدرس حنبدأ نسوي باكج للعبة ونصدرها ونلعبها، لكن لازم نعمل شوية أشياء قبل ما نصدر اللعبة. أول إشي خلينا نعمل نفوت على إيديت، نفوت على بروجكت سيتينج، نطفي ملفاتنا كلها، هاي مش محتاجينها، خلص خلصنا. نفوت على بروجكت سيتينج، ننزل لتحت، نروح على ويندوز، أو حتى قبل ويندوز خلينا نفوت على مابس. بنغير هاي الخريطة من ثيرد بيرسون لمين منيو، وهاي من ثيرد بيرسون لمين منيو. ايش اللي سوينا هون؟ لما اللعبة تبدأ بدها تصير تفتح الخريطة هاي، ما تفتح الخريطة الثانية اللي هي ثيرد بيرسون ماب، تفتح الخريطة اللي لما اول لاعب ما يشغل لعبته على كمبيوتره تفتح هاي الخريطة، فبنختار هدول هون. ممتاز. وبعدين بننزل اخر اشي تحت، نيجي هون عند بلاتفورمز، بنختار ويندوز. لاحظ في عندنا شوية صور هون، أنا نزلت عندي هاي، نزلت هاي الصور، نزلت الصورة هاي من النت، هنشوف شكلها. هاي الصورة طبعا في عندي هاي الأصلية، هاي الصورة نزلتها من الإنترنت، بدي أحطها لما تبدأ اللعبة تصير تظهر هاي الصورة. خلينا نفوت على أول إشي، خلينا نفتحها ونفتح هاد ونفوت هون ونعمل زي هيك ونعمل فولدر جديد، نيو فولدر فوتوز، وبدي نقول لهم ادخلهم كلياتهم جوا. هسا طبعا انا راح ادخلهم لكن مش هم، هاي بدي اسوي لهم سيلكت اوبن، حط لي كل الماتيريال. بدي اضغط هون فايل سيف اول، ليش؟ عشان يكونوا موجودين عندي كلياتهم. ممتاز. الان باجي انا مره ثانيه على بروجكت، بختار زي هيك، باجي كمان مره ثانيه على الديسكتوب، بختار الايكون، بدي اختار انا، خلينا نختار هاي، بدي اختار كمان، اختار الثاني، هم نفسهم، وبدي اجي انا على هاي وبدي اختار الابلكيشن بالطريقه هاي، بعمل سيف اول. الان بدي اورجيك شغله، راح اطفي اللعبه انا وارجع اضويها، بدي اورجيك ايش راح يصير. خلينا ننزل هاي، ولو جيت انا على ايبك جيمز ودخلت على اللايبرري تبعيتي وجيت شغلت اللعبه، لاحظ وقت التشغيل لما حيشغل اللعبه حط لي الصوره هون في البدايه. ممتاز جدا جدا. انا هاي الفكره كانت اني راح احط هاي لبدايه اللعبه، اول ما تضوي اللعبه ما يطلع شعار انريال انجن. ممتاز. الان صارت اللعبه عندنا موجوده، بدي ابدا اعملها شيبينج. لكن قبل ما اعملها شيبينج في ملاحظه صغيره، احنا سوينا هاي الخريطه. الان لو بدي انا اطفي اللعبه بسوي ستارت، ما فيش كويت جيم، يعني اللاعب حيضطر يضغط الت اف 4. وعندي كمان هون ملاحظه، لما تموت الشخصيه لاحظ ما عنديش هون انه ارجع للخريطه الرئيسيه، الماب الرئيسيه، فراح افوت انا بسرعه على الهاد، افوت على هاي، خليه يفتح لي اياها ثواني. ممتاز. بدي احط كمان انا بوتون هون اضافي، وبدي احط جواته تكست. ممتاز. وبدي اقول له هون من منيو بيرفكت، خلينا ناخذ ارض هاي نفسها، هاي السايز في الاكس، ونحط في الاكس اوكي، ونحط الانكور نص، ونحط هاي انا تقريبا هون. الان صار عندي مين منيو، كيب جوينج وستارت اجين، صار عندي ثلاث كبسات. ممتاز. طيب هيك الان لو ضغطت على مين منيو بدي يرجعنا الصفحه الرئيسيه، نرتب ترتيب اخير، ترتيبات اخيره. شان شورس كونفايل هاف ديكتد ويد يو لايك امبورت. تمام. بضغط على اون كليك، بدي اخذ نفس هاي، شايفين هاي، بدي احطها اوبن ليفل، اوبن ليفل باي نيم، وراح اجي انا هون وافوت على مابس، بدي اسم الخريطة هاي مين منيو. ممتاز. بكتبه انا هون مين منيو، كومبايل سيف. خلينا نشوف الان لما اضغط عليها، اوكي خلينا نشوف، يلا مين منيو رجعني على الصفحة الرئيسية. طيب ممتاز. في الصفحة الرئيسية كمان بدي اعمل شغلة، خلينا نفوت هون، بدي احط كمان انا بطن اضافي انا هون،
او احطه تحت انا مثلا هون، لا كويس مكانه هون، وبدي احط جواته التكست، وبدي اسمي، بدي اكتب على التكست كويت، اطلع من اللعبة. ممتاز، بدي اختار له نفس الماتيريال هاي اللي هي ار جي بي، على الهوفرينج وعلى النورمال نفس الشيء ار جي بي. هاي كانت اللي تحتيها، والله ماني عارف، مش مشكلة، خلص واحدة هيك واحدة هيك. ممتاز، كومبايل سيف. الآن لما تبدأ اللعبة في عندي كويت ظهرة، بس احنا عندنا كمان مشكلة، لما حطينا ستار كويت ما حطينا الانكر في النص، وبدي احط كويت جيم هون، كويت جيم. ممتاز، الآن لو ضغطنا على كويت جيم يفترض يطفي اللعبة، لاحظ. ممتاز، هيك بست اللعبة وهون بطفي اللعبة. ممتاز جدا جدا جدا. الآن بدنا نبدأ نصدر اللعبة. حطينا احنا عنا كل اشي، جهزنا البلاتفورم في الويندوز، حطينا الصور، نيجي على بلاتفورم، باجي على ويندوز، بختار شيبينج. طبعا ممكن يكون عندك مشكلة في هذا الباكجينج. الآن أنا اللي بدي أحكي لك إياه وإشي مهم جدا جدا تعرفه، إنه الملفات لما تسوي الشيبينج لازم يكون عندك إشي اسمه SDK للويندوز، بدك تنزله من النت تدور عليه، ونفس الإشي للأندرويد. أنا منزلهم، لو ضغطت على ريفرش لاحظ في علامة تعجب هون، لو ضغطت على ريفرش أنا بيطلع مثلا بضوي عند الأندرويد والويندوز ضاويين. الآن بختار شيبينج وبسوي باكج بروجكت. ممتاز، بقول لي وين بدك تحطه، بقول له على الديسكتوب، بدي أسوي نيو فولدر ماي جيم أسميه، افوت عليه اسوي له سيلكت. الان هو بيعمل، بدا يعمل شيبينج للعبه. هل الشيبينج لاول مره بتعمله راح ياخذ وقت جدا طويل، ممكن ياخذ ساعه، ممكن ياخذ ساعتين، ممكن ياخذ 10 ساعات على حسب قوه كمبيوترك وسرعته، وممكن ياخذ يعني اذا اللعبه عندك ضخمه جدا ممكن ياخذ 2 3 يومين. فبس لكن بعد هيك اذا المره الثانيه والثالثه بيكون هو اوريدي طبخ اللعبه، واصلا مسميها كوك باكجينج، طبخ الباكج، طبخ الملفات، بكون طبخ الملفات وخلصها وظبطها، فبتصير العملية عندك أسرع بكثير. لكن أول مرة بتسوي فيها الملفات هتلاقيه بياخذ وقت خرافي. يعني لاحظ أنا عندي، بقول لي في عندي 2710 ملفات مطبقين، لاحظ نط الآن نزل ل 1665، بعدين 1700، الآن بصير سريع جدا في طبخ الملفات هاي. الآن أنا راح أسرع هذا الفيديو بس علشان ما أضيع وقتك وأنت تتفرج على الباكجينج اللي بصير عندي، وبنجرب اللعبة بس تخلص، بس يخلص الباكجينج مع بعض. ممتاز جدا جدا جدا، أنا أخذ معاي أقل من 5 دقائق، مش عارف يمكن دقيقتين، دقيقة ونص، لأني أنا عملت باكج من أول. أخذ معاي في المرة الأولى تقريبا ثلث ساعة ولا مش عارف، يعني أخذ شوية وقت. لكن لاحظ، لاحظ هون كتب لي إنه أخذ 2:08 العملية كاملة حتى خلص. طيب تعالوا الآن نجرب اللعبة تبعيتنا ماي جيم، خلينا نشوف. الآن لاحظ الأيكون الموجودة عندي أنا هون، هي الأيكون اللي أنا حطيت صورتها داخل اللعبة لما أجيت أنا على بروجكت سيتنج، أنا حطيت هون الأيكون، راح هو حط لي إياها هون. الآن خلينا نشغل اللعبة ونشوف لعبتنا اللي سويناها مع بعض. بسم الله. ممتاز جدا جدا جدا، خلينا نبدأ نجرب اللعبة اللي صممناها. نضغط ستارت جيم، ايه ودي شغالين، سبيس وشيفت شغالين، كل امورنا شغالة. لو بدها تموت الشخصية بلبس الروح، بضغط كيب جوينج وبكمل اللعب تبعي عادي. ولو ماتت الشخصية وخبطت وسويت ستارت اجين راح يبدأ مرة تانية الليفل من الصفر، ويبدأ العداد مرة تانية من الصفر. ممتاز جدا جدا جدا، يعني لعبتنا احنا الآن شغاله فيش فيها اي مشاكل. بضغط من منيو وبرجع للصفحة الرئيسية، هيك بتكون هاي الدورة انتهت. يعني مش عارف شو ابدأ احكي لكم، هيك انهينا كل شيء الحمد لله، بنقول بس تم بحمد الله وشكرا انكم كنتوا معي في هاي الدورة. بشوفكم فيديو في كامل فيديو اخير هيك وداع للدورة، وداع لكلمة اخيرة للكل اللي كان شارك معانا، ويعطيكم الف صحة وعافية. مش عارف شو بدي احكي اخر كلمتين، يعني خليها بعملها بفيديو خاص فيه. ويعطيكم الف عافية، السلام عليكم، مع السلامة، في امان الله، بشوفكم بعدين، باي باي.